سي نوردين عيوش، قلنا سيدي الدعوه الى تدريس بالدارجه بهذا المنطق اللي قلتي، كاين اللي كيتفق كاين اللي كيختلف، ولكن درتي واحد الخطوه استفزازيه كبيره عظيمه، يا صوتي قاموس الدارجه. الدارجه خويا، هو الدارجه. انا بديت نقرا شي كلمات دايرين في الفيسبوك ولا نحشم انا؟ لا ما تحشمش، لانه قاموس في الكلمات ككل. نرجعوا لهذا، نرجعوا لهذا الشيء. علاش بعدا نرجعوا اللي بغيتي؟ انا قلت لك انا ما تقولش ليا، قول لي شي نموذج حيت غنحشم نقول لك. لا 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 قولها لي، لا عندك الفهم قول لي. باش نقول لها كتعطيني انذار تسمى كلام. لا اللي بغيت نقول لك يا سيدي، اولا ونجي لك لهذه الكلمه. مرحبا. قاموس، وعلاش اخويا هذه اللغه هذه؟ لغه الام ما نديرولهاش قاموس. كثير من البلدان دارجه. لا دارجه اليوم، دارجه يا اخي لغه، الحروف ديالها عربيه. والكلمات العربيه اللي موجوده في الدارجه، وهذا الكلام اللي تنتكلم بك، لغه متوسطه. حنا تنبغيو واحد الدارجه نقيه، ماشي دارجه سوقيه. الدارجه نقيه وماشيه في اتجاه اللغه العربيه. وما نريده وما اريده انا ونتمناه يكون واحد جسور بين اللغه العربيه، جسم بين اللغه العربيه والدارجه، وتصبح واحد اللغه مغربيه يتكلموها الجميع. لانه عندنا واحد مشكل ديغلوسيه. شنو هي ديغلوسيه؟ انسان يتكلم بلغه ويكتب بلغه اخرى، يتكلم بالدارجه يكتب باللغه العربيه. هذا غلط كبير. ما عمرنا نتقدموا ولا بقينا هكا يا اخي. لما خصنا نتقدموا بواحد اللغه متوسطه باش يفهمها الجميع ويتكلمها الجميع ويقراها الجميع. شكون طلب منك انك دير قاموس ديال الدارجه؟ على شكون اللي طلب مني؟ انا عندي صفر لك في ودنيك. ما عرفتش واش نسقسي هذه الودن هذه ولا هذه الودن هذه. شوف تعرف واحد القضيه عزيزي، ما صفر لي حتى واحد، وما حتى واحد ما قال لي نديرها. حنا كنا خدمنا ماشي بوحد، هو عيوش ماشي بوحدو في هاد لو سونتر ديال تنمية الدارجة، مركز تنمية الدارجة المغرب. مركز كاين عندنا في مؤسسة زاكورة. هاد المركز مكون من أساتذة ديال اللسانيات، منهم سي مبرور واحد، منهم سي خليل مغرفاوي، منهم سي عبد الله شوكيري، منهم سي محمد المدلاوي، منهم السابعه، منهم قيتوت. هادو ناس اساتذه مخصصين في اللسانيات، وتيقريو وتيدرسو وتيدرسو وعندهم كتابات وكل شيء. انا تنحترمهم، هما اللي خدموا، انا ماشي انا اللي صنعت. ولكن انت صاحب المبادره. انا المبادره يا اخي. شوف انا سعيد مقتنع بانه شي درتي لله في سبيل الله غتخسروا عليه الفلوس مع شي 60 مليون. لا لا يمكن شي بلاد شي عيا ولا صهيونيه ولا اسرائيل خاصفت الاموال، يمكن خصني نخمو تقلب على هادشي. ما كاين حتى حاجه. شوف دابا هي اللي بدات شي مبادره، صافي نشكو فيه الحسد في هاد البلاد. بلاد مبنيه على الحسد. هاد السيد نجح حسدو، واش انت كتدخل لهم الشك بقوه التحركات؟ ما كتسكاش لينا شي حاجه يا خويا، ما تندخلهم حتى شي حاجه خصهم يحترموني. انا تنحترمهم، واش ربي يعطيني امكانيات علاش ما نخدمش لهاد البلاد؟